إذا ركب المرء جواد المحبة لا يضل أبدا، لا يضل أبدا. يعني شوف الأبيات اللي قالها الشيخ خالد في الأول، أبيات جميلة أنا كثيرا ما أترنم بها بيني وبين نفسي: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وكما قال أبو الشيس: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمن اللوم. وقال الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. ويقول الآخر: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال القائل سمنون بن أحمد المحب: ولو قيل طأ في النار، حط رجلك في النار يعني، أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت ببالك. جرد بس أنا ما مريت على بالك وقلت لي حط رجلي في النار، مكافأة لك أنا حط رجلي في النار. ويقول أبو صخر الهذلي، وهذه الأبيات وهذه القصيدة من أمتع ما قرأت في هذا الباب: أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يرعهما الزجر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أضرافها الورق الخضر. ثم يقول: فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات إن ضمك القبر. يا خبر أبيض، يعني شو بيقول لها الأحياء؟ يا حبذا الأحياء طول ما أنت حي، وأنا بحسد الأموات لما تكوني بينهم كمان. فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات إن ضمك القبر.